هذه القطة والتي تبدو كدمية تلف العصا بيدها تعمل كمروحة جميلة في السيارة وتعطي منظرا جميل بمجرد شبكها بهذه الطريقة. هذه القطة والتي يتم تثبيتها على الكرسي بهذا الشكل تمنحك جلوسا رائعا ومميز على الكرسي، إذ أنك يمكنك الاستناد عليها أثناء النوم وحتى رفعها إذا كنت لا ترغب في ذلك. يمكنك تثبيت هذه القطعة وإخراج النموذج الداخلي منها، وهي عبارة عن مروحة يمكنك تركيبها داخل سيارتك وشحنها وتعليق أي شيء عليها. يمكنك عمل هذه المخدة الهوائية ووضعها تحت أقدامك، فيمكنك نفخها يدويا وبعد ذلك وضعها في سيارتك للاستناد عليها. إنها مخدة هوائية مريحة للغاية. هذا السلايم الرائع والذي يمكنك من تنظيف أدق التفاصيل في سيارتك وهي الأماكن الضيقة، إذ يمكنك إدخاله إلى أي مكان وسحبه ليخرج لك جميع الأوساخ. إنه سلايم رائع ومميز. هذه المرايا والتي يمكنك تركيبها أمامك أثناء القيادة تعطيك رؤية واضحة للغاية، إذ أن تركيبها يمنع دخول الأشعة المزعجة إلى عينيك أثناء القيادة. عند تساقط الثلوج بغزارة فإن كمية كبيرة ستسقط على سيارتك، ولكن مع هذه القطعة القماشية يمكنك حماية نفسك من وقت إضافي لإزالة الثلوج عن السيارة. ونترككم مع بعض الاختراعات المفيدة والمميزة أيضاً. تمكنك هذه الكبسولات بعد خلطها بالمياه ووضعها في الخزان الخاص الذي يرش زجاج السيارة لمسحه بأن يعطيك لمعة خاصة للزجاج الخاص بك بطريقة سلسة وسهلة، وهو هذا القرص الذي يختلط مع المياه. إنه يعطيك رشة صابونية على الزجاج. أثناء قيادتك للسيارة يمكنك وضع أشيائك بجانبك حتى لا يتم نسيانها كعبوة الكولا والمحفظة وأي شيء آخر وتثبيتها جيدا، وأيضا يمكنك مد سلك الشاحن لهاتفك من خلالها. يمكنك استخدام هذه الحقيبة والتي يتم تعليقها بخلفية ظهر السائق أو خلفية الراكب الأمامي، ويمكنك وضع هذه الأغراض والاستمتاع بهذه الجولة هنا، فهذه الحقيبة توفر لك أماكن عديدة لوضع الأشياء التي تريدها كحقيبة للقمامة وأشياء كثيرة أخرى. يمكنك تثبيت هذه القطعة من الليزر أسفل باب السيارة الخاصة بك بشعار السيارة أو أي شعار تختاره، عند فتحها تظهر بهذا الشكل الأنيق والرائع. هذه القطعة والتي يتم تثبيتها على أي مكان في السيارة تستطيع وضعها بهذا الشكل وتثبيت الأغراض التي تريدها، الهاتف أو أي شيء آخر. هذه المرآة وعند تثبيتها بهذا الشكل للمقعد الخلفي في السيارة فإنه قبل النزول يرى إن كانت هناك سيارة ستمر بجانب الباب أم لا حتى يخرج باطمئنان. تستطيع في سيارتك تثبيت هذه القطعة المميزة وهي عبارة عن ستارة لتغلق الزجاج الأمامي إذا كنت تريد أخذ غفوة أو حتى لتمنع دخول الشمس لسيارتك.
هذه القطع والتي تقوم بفكها بهذه الطريقة وتثبيتها وتعليقها على السيارة أو في السقفية، يمكنك إنزالها ووضع النظارة الخاصة بك. إنها قطعة رائعة داخل سيارتك تمكنك من الاحتفاظ بالنظارة الخاصة بك. يمكنك بعد إلصاق هذه القطع تحت مقبض السيارة وعلى المقبض أن توفر لك منظراً في غاية الروعة لسيارتك. انظروا إلى التصميم الجميل والمبتكر. تريد حماية سيارتك من أشعة الشمس أو المطر؟ يمكنك الاستناد على هذه المظلة الكبيرة التي ستحجب أشعة الشمس أو حتى أوراق الأشجار المتساقطة عن سقف سيارتك. يمكنك وضع هذه القطعة الرائعة في سيارتك، فبعد شبك الكابل USB الخاص بها وتعليقها بالسيارة بهذا الشكل، فعن طريق الحساسات الخاصة بهذا الجهاز يمكنك وضع جهاز الهاتف الخاص بك وستمسك به تلقائيا، وإذا أردت أخذه فستفلت به تلقائيا. إنها أداة رائعة لتعليق الهاتف داخل سيارتك. هذه الأكياس والتي تمكنك من وضعها بهذه الطريقة وإلصاقها على مقدمة السيارة لتضع بها ما تشاء كالمياه والقمامة وأغراض أخرى، فهي لا ينسكب منها أي شيء مطلقا. هذه القطعة البلاستيكية التي يمكنك تعليقها على كرسي السائق لوضع أغراضك عليها. هذه القطعة والتي يمكنك إلصاقها على مقدمة السيارة بهذا الشكل والتي تفتك بهذه الطريقة وتبدو كالعجل، يمكنك وضع هذه القطعة بداخلها والتي ستعمل كاميرا شيل للعطر. هذه القطعة من الشبك يمكنك تركيبها على زجاج سيارتك أو بخلف الزجاج، حتى عند فتح الزجاج تمنع دخول الأتربة والأوساخ وحتى البعوض أو الناموس أو الذباب إلى السيارة وأنت بداخلها. أثناء القيادة في الجو البارد بخار الماء في السيارة يشوش الرؤية، ولكن بهذا السائل يمكنك الاعتماد عليه في هذا الأمر. يمكنك تركيب هذه القطعة في داخل السيارة، وهي عبارة عن سلة صغيرة تقوم بتثبيت كيس بداخلها، ويمكنك وضع القمامة بها أو حتى وضع الكتب أو أي شيء آخر تريده. هذه القطعة والتي يمكنك لصقها على المرايا الأمامية تمكنك بعد إزالة القطعة الخارجية منها من رؤية واضحة تماما، حتى بعد أن تأتي المياه على المرايا، فهي تعطيك نقاوة وصفاء كبير أثناء نزول المياه على المرايا. يمكنك تثبيت هذه القطعة والتي تشبه الوردة في سيارتك، وستلتصق بأي شيء سواء الهاتف أو أي شيء آخر لتمكنك من رؤيته أمامك. هذه القطعة والتي يتم وضعها على كرسي السائق والجلوس عليها تعطيك راحة عالية في الجلوس، إذ أنها يمكن التحكم بها إلكترونياً وتستطيع نفخها وإنزالها، كما أنها تقوم بالتبريد في الصيف والتسخين في الشتاء. هذه العلاقة والتي يمكنك وضعها في أي مكان في سيارتك في المنتصف لتضع أي شيء تريد، حقيبتك أو زجاجات المياه أو أي أغراض ترغب في تعليقها.
هذا الكوب والذي يمكنك وضع به الماء وبعض المعطر وضعه في سيارتك وشبكه بهذه الطريقة، وبه أيضا شاحن للهاتف يمكنك وضعه كأداة تعطير في السيارة وشاحن USB. عند إخراجك لهذه القطع، وهي عبارة عن كومبريسا لنفخ الهواء، يمكنك تشغيلها عن طريق شحنها بالكهرباء وتوصيلها بعجل سيارتك لتنتفخ تلقائيا. وهذه القطعة أيضا يمكنك تركيبها على رأس السائق من الخلف بهذه الطريقة وشدها جيدا حتى تتمكن من مشاهدة فيلم على هاتفك ووضع أغراضك عليها. هذه القطعة والتي يتم تركيبها في وسط السيارة تمكنك من وضع أغراض كثيرة بها كأكواب وأيضا كمسند كبير لليد وسهولة تحرك في السيارة وشاحن USB. إنها قطعة رائعة تمكنك من وضع الأشياء في سيارتك.